من موسكو ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي نزار بوش. أستاذ نزار بوش، أهلا بك في قناة المملكة. يعني عندما نتحدث عن هذا الخلاف، وخصوصا بعد التواصل ما بين الرئيس بايدن والرئيس فلاديمير بوتين، هناك اتصال من بايدن الموسع كان مع قادة 9 دول بشأن الأزمة ما بين موسكو وكييف، ما الذي يمكن أن يثمر هذا الاتصال والتهديدات؟ نعم، تحية لكم. في حقيقة الأمر حتى أن بعد هذا الاتصال، الأفضل أن نسميه اتصالا لمدة ساعتين عبر النت بين بايدن وبوتين، توترت الأوضاع أكثر، وتم طبعا تهديد باستخدام السلاح النووي من قبل طبعا أحد البرلمانيين أو في الكونغرس يعني الأمريكي. والآن ربما لا أعرف إن كنتم تعرفون أن اليوم هناك تصريحات ل قائد الأركان الروسية جراسيموف بأن الثالوث النووي جاهز 95% منه، وهو تحت الخدمة الآن في البحار وفي البر وفي الجو لأي احتمال. هذا أولا. ثانيا، أريد أن كما أيضا أن يعني أفيدكم وأفيد قناتكم المحترمة بأن رئيس الأركان الروسي تحدث اليوم بأنه أي هجوم على دونباس من قبل الجيش الأوكراني سوف تحبطه روسيا. إذا توترت الأوضاع جدا جدا. وأما بالنسبة للتواصل بايدن مع طبعا قادة دول، هو لحشد شعبي لا أكثر ولا أقل، ولا يقدم ولا يؤخر على الأغلب، لأن روسيا لا يمكن أن تسمح لأوكرانيا بالهجوم على دونباس، حيث أنه حتى طبعا مواطنون روس أغلبهم روس، يعني بالمئة 90 روس منهم، وعدد السكان المنطقة أكثر من 1.5 مليون، ويتعرضون إلى وتعرضوا سابقا لإبادات جماعية، وربما يتعرضون أيضا. هذا أولا. ثانيا، لا يمكن أن تسمح روسيا لأن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وتصبح صواريخ الناتو على بعد 3 دقائق لموسكو. فحلف الناتو بحد ذاته لنسأل سؤال، لماذا هو موجود؟ هل هو موجود للدفاع عن أوروبا؟ من يدافع عن أوروبا؟ ماذا يفعل حلف الناتو وحلف وارسو منذ التسعينيات القرن الماضي؟ إذا هناك طبعا خطة، طبعا ضرب روسيا اقتصاديا، لضرب روسيا عسكريا، ربما طبعا خطة عدوانية ضد روسيا، لأن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في عقيدتهم يعتبرون روسيا والصين أيضا بالمناسبة عدوان. فهنا لابد لروسيا من أن تأخذ كل طبعا التجهيزات والاستعدادات لأي احتمال. وأعتقد أن هذه طبعا التهديدات بالعقوبات أصبحت فارغة معنى لها على الإطلاق، فقد جربتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في عام 2014 وفشلت، وكان وأجاءت بنتيجة إيجابية هذه العقوبات على المجتمع الروسي، حيث بدأت المعامل والمصانع تصنع كل شيء محليا. إذا أعتقد على الأمريكيين وعلى الغرب أن يتعاملوا بسلوك أفضل مع روسيا، وإلا أعتقد سوف يكون الجميع خاسر فيما لو عفوا نشبت أي حرب. الجميع خاسر فيما نشبت حرب، هذا الكلام الذي أود أن أنتقل منه. وأستاذ نزار، ليس أي طرف بمقصر، كل يدعي بأنه على حق، وكل يدعي بأنه سينفذ ضربات نووية، فبالتالي كيف يمكن في الأيام القادمة أن نشهد، هل يمكن الوصول إلى تسوية ما بين هذه الأطراف في هذه المعادلة المعقدة، أم أنه سنشهد بخضم هذه الكلام والتصريحات من الجانبين الأمريكي وأيضا الروسي نشهد حربا نووية ما بين الطرفين؟ أولا، الحرب الإعلامية بدأت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مدى الشهر، من شهر إلى حتى الآن إلى يومنا هذا، إعلامية على كل القنوات، وتم يعني إعطاء الأوامر لقنوات شتى بما فيها عربية حتى أقول لكم يعني، وبالإنجليزية وبالفرنسية، أن روسيا على وشك الهجوم على
طبعا اوكرانيا، روسيا لن تهاجم اوكرانيا على الاطلاق اقول لكم. وطبعا طب ما السبب في وضع الجنود على الحدود مع اوكرانيا؟ هذا كان راح اجيك بهذا تمام مباشره. حتى اما انتشار واعاده اسمها اعاده انتشار القوات الروسيه على الارض طبعا الروسيه وليست على الارض الاوكرانيه وعلى بعد اكثر من 90 كيلو متر عن الحدود الاوكرانيه، فهذا امر سيادي روسي لا يحق لأحد على الإطلاق أن يتدخل فيه. هذا أولا. ثانيا، هذا الانتشار من إحدى التدريبات وإعادة انتشار معروفة في كل جيوش العالم. عندما تكون حدود غير مستقرة، فحدود روسيا من جهة أوكرانيا غير مستقرة، عندما بدأ الجيش الأوكراني بنشر 125,000 جندي أوكراني ليقترب من الحدود الروسية، أعتقد أي دولة في العالم سوف تواجه هذا وتستعد لمواجهة هكذا انتشار. فإذا هنا نحن لا نبرر لهذا أو ذاك، نحن نتحدث عن وقائع موجودة. هذه الوقائع يعني سنتابعها مع حضرتك. أعذرني، الولايات المتحدة الأمريكية تريد من موسكو. صحفي والمحلل السياسي نزار بوش، شكرا جزيلا لك.